في قوة من القوة اللي احنا فيها هي اللي بتدي قوة للقادرون باختلاف. مين القادرون باختلاف؟ قادرون بالاختلاف أرواح بريئة بتكون موجودة في مجتمعنا، بتكون موجودة في بيوتنا، موجودة في حياتنا. ولادنا شباب وأطفال عندهم قدرات باختلاف، ذوي الهمم، وعندهم أشياء حقيقي الإرادة بتصنعها كل يوم. في مصر تحديداً وفي دستور 2014 أقرت الدولة المصرية حق القادرون باختلاف أو ذوي الهمم، إنهم يكون لهم الحق في العيشة والاندماج والتنمية المستدامة، وإن هم طول الوقت يكونوا يعني في عين وفي قلب الدولة زي ما هم طول الوقت في عين وفي قلب الأهالي والبيوت. لكن هنا الدولة قررت وبقوة إنها تاخد دورها الحقيقي. رؤية مصر في 2030، العديد من البنود الداعمة في هذه الرؤية كلها أهمية وجودهم، أهمية إن هم إن إحنا نهتم بيهم، ياخدوا حقهم كمواطنين تماماً كأي مواطن موجود. كمان أيضاً قدمت برامج في هذه الأعوام 2019-2020 وأخرى ل 2021-2022. الجميع استهدف خطة استثمارية خاصة وموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة. أيضاً من الأشياء المهمة أنشئ المجلس القومي لأصحاب الهمم في تاريخ 2019 بقرار من السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لدعم كل الحقوق والقضايا الخاصة بأصحاب الهمم. لانا شافكي حكت عن تجربة مصر وأيضاً بشكل مقتضب، وأيضا لدينا في الأردن كما في كل الدول العربية، وكما يبدو أيضا مشاهدينا يبدو أننا نتحدث عن القوة حيث لا مكان للضعفاء في بيت للكل في حلقتنا بالتحديد لا اليوم. في الأردن مشاهدينا أيضا حدد الدستور الأردني وأيضا حددت القوانين والأنظمة والتعليمات في كافة مؤسسات الدولة حقوق ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي أصحاب الإعاقة كما يعني نسميها في الأردن. أيضا مشاهدين حددت لهم نسبة معينة من الوظائف من حقهم أيضا في التعليم، حيث تم هنالك إصدار عدد كبير من القوانين والتشريعات والتعديلات على التشريعات في دمجهم كما باقي الأفراد في مؤسسات التعليم سواء في التربية والتعليم أو التعليم العالي حيث حقهم. وهنالك كثير من المبادرات الداعمة لذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة. على سبيل المثال في مهدبة أيضا أتذكر بأن هنالك مبادرة كانت لدعم إبداعات أصحاب الهمم، هذه المبادرة كانت على مستوى المملكة كافة وفي كافة المحافظات حيث التركيز على الأشخاص المبدعين من ذوي الهمم أو الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى الكثير والكثير من المبادرات. إذن مشاهدينا خلينا نتوقف إحنا وياكم عن تقرير، هذا التقرير يتحدث عن ذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن. زين معرفتي فيه كطالب درست لمدة سنتين كان من الطلاب المميزين من دراسته تحصيله العلمي من لباسه من انضباطه داخل المدرسة. حاولت أدور على مشاكل في المجتمع لفئات بحاجة لمساعدة أحاول أساعدها بلمستي الخاصة. صديق والدي عنده بنت ذوي إعاقة كان عم بيعاني من مشاكل كثير كبيرة معها، يعني بنقدر نحكي كان الزلمة نحكي من كثر المعاناة كان يحكي لوالدي بس يفكر في الموضوع ما يعرف ينام، كان عنده معاناة بشكل كثير كبير نحكي
كانت بنته تتعرض لتنمر في المدرسة، كانت تهرب من المدرسة ويقعدوا يدوروا عليها، كان وضعه المادي شوي بسيط. بنفس الوقت كان عليه التزامات كثير عالية ورعاية بنته كانت تكلفتها كثير عالية. من وقتها أخذت الخطوة الأولى. هاي دكتورة، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ مرحبا. أهلاً يا مرحبا. إجا عنا زين أول مرة وعنده منتج بباله بده يعمله، اللي هو عبارة عن سوار بسميه SPS أو Smart Protection System. فحكينا عن الفكرة تبعتهم، دارسها ومتصورها وعارف إيش أثرها ومآمن فيها، بس مش عارف كيف بده يوصل لهاي الفكرة. بلشنا بديفايس صغير، كان هذا الديفايس بوفر لنا خدمة الجي بي اس، اوكي، كان متصل مع الأقمار الصناعية. بدأنا التطوير عليه لحتى حولنا هذا الديفايس لسوار ذكي. بعد هيك بلشنا نشتغل على تطوير البرودكت ليكون ملائم للبيئة المحيطة بالشخص مرتدي. حاولنا نخلي البرودكت قد ما بنقدر ضد المي، وخلينا نحكي كمان ملائم بدرجات الحرارة العالية، لأنه في عنا بعض الدول العربية درجات الحرارة تبعتها كثير عالية. بنفس الوقت حاولنا ندمج فيه مايك وسماعة لحتى يتيح للشخص المسؤول عن مرتدي الساعة، أوكي، إنه يتواصل معه بحالة الخطر أو يتواصل مع أقرب حدا عليه تقريباً. أنا بابا. أوقعك بابا. بعد هيك بلشنا ندمج او نطور الديفايس لحتى نركب عليه سنسرز، حساسات جداد. ركبنا عليه حساس الصوت اللي هو بيلتقط الاصوات الغير ملائمه او الاصوات اللي فيها نبرات عنف. هذا بشكل مبدئي الديفايس، اوكي. هون السماعة، الديفايس هذا صار ووتر بروف بعد التطوير، اوكي، او رفعنا نسبة الووتر بروف داتا. هون في عندنا الاس او اس كوماند، يعني ممكن الواحد يطلب مساعدة من خلالها، اوكي، الزر الابيض. لا تمام، كان يلعب نشاط فوقع الارض. لا لا، وضعه تمام الحمد لله. لا ما في مشكلة، سيدي، كل الاحترام، أنا سيدي.